شركة اوبن اي اي قررت تبهرنا من جديد بطفرة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن المرة دي بشكل مختلف. Hey figure one, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table. الحقيقة انا كنت قاعد ما كنتش ناوي اعمل اي فيديوز لحد ما شفت الخبر الجديد ده اللي بيتكلم عن شراكة اوبن اي اي مع شركة جديدة لتصنيع الهيومنايد روبوتس او الروبوتس المحاكية للانسان. ولكن الجديد هنا عن تقنيات تصنيع الروبوتس اللي شفناها الفترة اللي فاتت او انتوا قابلتوها وشفتوها قبل كده، ان اوبن اي اي ادمجت تقنية شات جي بي تي 4 جوه العقل الالكتروني بتاع الروبوت ده، وعملت لنا جيل جديد من الروبوتس اللي بيقدر يسمع ويشوف ويتكلم ويتحرك ويفهم البيئة المحيطة، وكمان يحدد نوع الاكشن او القرار اللي هيتخذه بشكل تلقائي بدون اي تدخل بشري. يعني بالظبط انت اكنك مديت تقنيه شات جي بي تي بمجموعه من السنسورز والكاميرات اللي بتقدر تحلل البيئه المحيطه وركبتها في جسم متحرك عشان تقدر تاخد اكشنز وقرارات من تلقاء نفسها بدون اي تدخل بشري. وده يعتبر مختلف نسبيا عن مجموعه الروبوتس اللي شفناها قبل كده، مثلا روبوتس خاصه بشركه بوستون داينامكس او الروبوتس اللي عرضتها شركه تسلا الفتره اللي فاتت. بصراحة حاجة تبهر العقل. احنا كان اخر فكرنا عن الروبوت اللي بالشكل ده ارنولد شوازينيجر في فيلم تيرمينيتور 2. I need your clothes, your boots and your motorcycle. شركة فيجر اطلقت على الروبوت الجديد ده اسم فيجر 1 او الاصدار الاول من فيجر، وعرضت فيديو ديمو عن الروبوت الجديد ده وعن قدراته وممكن يعمل ايه. تعالوا نستعرض مع بعض الفيديو ده بشكل سريع اللي مدته تقريبا 2.5 دقيقة، فخليكم معانا وكملوا الفيديو لحد الاخر. ده الفيديو الرسمي اللي نشرته شركة فيجر على الموقع الرسمي بتاعها، ونشرته كمان على الصفحة بتاع تويتر، وكمان هتلاقوه على الكوميونيتي سايت بتاع اوبن اي اي. Hey figure one, what do you see right now? انا قمت بإضافة الترجمة بالعربي للفيديو علشان اسهل على اي حد عنده مشاكل في فهم اللغة الانجليزية. I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate. And you standing nearby with your hand on the table. زي ما احنا شايفين الفيديو عبارة عن روبوت وقدامه في راجل واقف قدام الترابيزة وساند عليها وفي شوية أشياء موجودة على الترابيزة. والراجل طبعا بيسأل الروبوت أول سؤال، بيقول له أنت شايف إيه قدامك موجود على الترابيزة؟ فبيبتدي يوصف له إيه اللي موجود بشكل دقيق. والظريف هنا الراجل بقى بيبتدي يدردش مع الروبوت وبيسأله، بيقول له في قدامك حاجة صالحة للأكل؟ فالروبوت بيبتدي يتعرف على الحاجات اللي قدامه وبيختار التفاحة وبيديها له، بيعرف يفرق ما بين التفاحة والحاجات التانية. Great. Can I have something to eat? Sure thing. وبعد كده الراجل بيحاول يرمي شوية تراش أو ورق كده في الباسكت قدام الروبوت. Great. بيقول له برضه في حاجة منهم صالحة للأكل أو كده، فطبعا لا الروبوت بيرجعهم كلهم لنفس المكان. On it. So I gave you the apple. Because it's the only edible item I could provide you with from the table. والجزء الأخير الراجل بيبتدي برضو يسأل الروبوت، يقول له بالنسبة للحاجات اللي قدامك انت شايف ايه الخطوة الجاية او ممكن يبقوا فين؟ فالروبوت بيبتدي يتعرف اللي فيه كوباية وفي ديش او طبق، وبيقدر ياخدهم او يمسكهم ويحطهم في المكان المناسب في الباسكت التانية اللي موجودة جنبيه. Great, can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, figure one. You're welcome. If there's anything else you need. والظريف هنا بقى الراجل بيطلب من الروبوت اللي هو يقيم الحاجات اللي هو عملها، فالروبوت بيرد بكل طلاقة، حتى الصوت بتاعه بصراحة عاجبني جدا، تحس ان هو بني ادم، وبيقول له انا عملت كل الحاجات بشكل كويس جدا، رتبت يعني شلت رميت الزبالة وديت التفاحة لصاحبها ورتبت الحاجة،
فده مثال برضو بيوريكوا ازاي الروبوت عنده طلاقة في الردود وبيرد بطرق كويسة جدا يعني. وده كان الفيديو بتاع شركة فيجر اللي نشرته على الموقع بتاعها وعلى السوشيال ميديا. انا طبعا ما اعرفش الفيديو ده 100% صحيح ولا في حاجات متفبركة فيه، ولكن انا في حاجات عجبتني زي مثلا الفكرة نفسها، الصوت اللي كان طالع من الروبوت، طريقة الدردشة، فهمه للحاجات. في حاجات تانية طبعا انا ما عجبتنيش زي مثلا الديلي او التأخير في الفهم ده، ولكن ده طبعا انا فاهم ده الاصدار الاولاني، وارد جدا في الاصدارات اللي بعد كده سرعة الفهم والرد الفعل هتبقى اسرع بكتير من اللي احنا شفناه. بص انا عارف كتير مننا بعد ما يشوف الفيديو ده ممكن يبقى مرعوب او خايف شوية من الموضوع، لان فعلا تقنية الذكاء الاصطناعي ابتدت تتطور بشكل سريع جدا زي ما احنا شايفين، لدرجة في حاجات فعلا احنا كنا زمان بنفكر فيها دي خيال، لكن فعلا دلوقتي بقت ابتدت تبقى حقيقة، واحنا فعلا داخلين على عصر جديد من عصور تكنولوجيا المعلومات. ولكن انا عن نفسي بحب ابقى متفائل، بحب ابص لنص الكوباية زي ما بيقولوا المليان، وبحب افكر مثلا ازاي فعلا تقنية زي دي ممكن تقدر تساعدنا او تساعد الانسان بشكل فعال لتوفير وقته ومجهوده ومكانة حاجات كتيرة جدا احنا كنا ممكن بنعملها وبتضيع وقتنا، بحيث نفكر في حاجات احسن وافيد لينا. وطبعا ده رأيي الشخصي، وانا متأكد جدا ان في كتير منكم ممكن يبقى عندهم اراء مختلفة، فانا حابب لو انتوا عندكم اي اراء تانية تسيبوها لي في الكومنتس اسفل الفيديو، وتشاركونا برضو الحوار ده. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون استفدتوا حاجة جديدة. بليز لو الفيديو عجبكم دوس لايك او نعمل سبسكرايب في القناة عشان يجينا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله، ورجاء الشير برضو لنشر المعلومة والعلم بإذن الله. واشوفكم في فيديو جديد مع Learn Tech with Asam او تعلم تكنولوجيا مع محمد عصام.